بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، في المحاضرة دي هنتكلم من الفصل الأولاني. الفصل الأولاني كان بيتكلم عن بصفة عامة عن مفهوم الإدارة المالية، أهدافها، أهميتها. ممكن خلال هذا الفصل تستنتج عدة موضوعات. يعني نفسي حضرتك تستنتج مثلا ما هي أهم مهام الإدارة المالية، أو ما هي أهم أعمال أو وظائف الإدارة المالية. ممكن تستنتج أهم أعمال الوظيفة المالية إيه بالظبط؟ ما هي أهم أعمال المدير المالي؟ ممكن تستنتجها من الفصل الأولاني. في الفصل الثاني، البيانات المالية كمصدر للتحليل المالي. في أول محاضرة اتكلمت عن إن المدير المالي بيعتمد على مصدرين أساسيين، هما قائمة نتائج الأعمال وقائمة المركز المالي، التي يتم اعدادهما من خلال المحاسب. المحاسب يخلص الحاجات دي كلها، قائمة الدخل، نتائج الأعمال، المركز المالي. هنا يلتقط الخيط المدير المالي ويبدأ في التحليل. في هذا الفصل هو حاجة بسيطة جدا، بيدور حول ايه؟ حول البيانات المالية كمصدر للتحليل المالي. هنتكلم عن ماهية البيانات المالية، وما هي مصدر المعلومات التحليل المالي، اللي هي قائمة نتائج الأعمال ومركز المال كنموذج. أما في الكتاب عندك أنا شرح لك بالتفصيل، ودي حاجات محاسبية المفروض أن تكون عارفها وتراجع عليها أيضا. تعال نشوف مع بعضنا ماهية البيانات المالية. Financial Data، ماهية البيانات المالية، يعني إيه البيانات المالية؟ طب تعال قبل ما أقول البيانات المالية ونعرف أهي البيانات المالية، نشوف يعني ايه بحتاجها ازاي. البيانات المالية، الاجابة على الاسئلة التالية. بقول لك المدير المالي لابد يتعرف الاحداث الماضية المنشأة وضع المالي، لابد يدرس الوضع المالي المنشأة في محاولة انه يجيب على البيانات التالية. محاولة البيانات الاجابة على البيانات او الاسئلة التالية بيوضح لنا ايه البيانات اللي محتاجها المدير المالي. تاني، المدير المالي عند محاولة الإجابة على التساؤلات ديت هيعرف ما هي البيانات اللي هو يحتاجها. ايه التساؤلات اللي بيطرحها المدير المالي؟ هل تم الحصول على الأموال من المصادر المناسبة؟ اللي هو الجانب الأيسر. وهل تم الحصول بالتكلفة الملائمة؟ هل تم توجيه تلك الأموال التي تم الحصول عليها الى الاستثمارات الملائمة، يعني الى استثمارات بما يؤدي الى تعظيم قيمة المنشأة في السوق، يعني يحقق مصالح المساهمين. هل الاموال المستثمرة في الاصول تحقق عائد ملائم؟ هل كل بند من بنود الاستثمارات في الجانب الايمن الميزانية يحقق عائد ملائم؟ هل تم تحقيق المقايضة والموازنة بالانس بين الريسك والريتيرن عند اتخاذ القرار المالي، سواء قرار يتعلق بالاستثمارات او قرار يتعلق بالحصول على مصادر الاموال؟ شفت يعني بقى كلها تساؤلات، من خلال اجابة التساؤلات توضح لي ايه البيانات. هل يوجد توازن في الهيكل التمويلي؟ يعني الجانب الايسر فيه توازن؟ هل الاموال الملكية تتوازن مع اموال المديونية؟ هل تستطيع منشأة سداد التزاماتها في مواعيدها، في مواعيد الاستحقاق، التزامات الناتجة عن الحصول على أموال من الغير؟ هل تستغل منشأة استراتيجية ملائمة في تمويل الاستثمارات؟ هل المنشأة وهي بتوجه الاستثمار الأموال للاستثمارات هل بتستخدم استراتيجية مبدأ التغطية؟ يعني إيه؟ يعني المنشأة بتوجه الأموال الاستثمارات تحقق عائد يتلائم مع طبيعة المصدر الذي تم الحصول عليه. هل المنشأة يعني اللي وجهت الأموال الاستثمارات تحقق عائد يكفي لسداد تكلفة تلك الأموال التي تم الحصول عليها؟ هل تحتفظ المنشأة بحد أدنى من السيولة؟ هل المنشأة بتحتفظ بحد أدنى من كل رأس المال العامل أو الأصول المتداولة؟ الأسئلة كلها
يستطيع المدير المالي الإجابة على تلك التساؤلات من خلال تحليل البيانات. لما يحلل البيانات هيقدر يعرف الإجابة على التساؤلات السابقة التي تساعده في اتخاذ القرارات. نستنتج من ذلك أن نقطة البداية لإجراء أي تحليل مالي، نقطة البداية إيه؟ هي توافر البيانات المالية لكي حتى يمكن تشغيلها. طبعا ما هو مفهوم بقى نستنتج من ذلك؟ ما هو مفهوم البيانات المالية؟ ما هي البيانات المالية؟ هي عبارة عن عناصر أو حقائق خام تصف الأحداث الماضية بالمنشأة والتي تمثل المصادر الرئيسية للتحليل المالي. يعني المصدر الرئيسي للتحليل المالي هي البيانات المالية التي يمكن الحصول عليها من خلال قائمة المركز المالي ونتائج العمل. ادي البيانات الرسمة بتاعتنا، ادي بيانات مالية، ادي البيانات المالية بحصل عليها، بحللها، بحصل على المعلومات، بتخذ قرار. شوف لو سمحت، يعني دي الداتا، بيانات مالية، ده البروسيسور بروسينج اللي هو التشغيل، بحصل على معلومات اقدر استطيع اتخذ القرار المالي. اذا البيانات المالية ما هي الا عبارة عن عناصر او حقائق خام تصف الاحداث المالية الماضية والتي تساعد بعد تشغيلها طبعا تساعد المدير في اتخاذ القرار المالي او القرارات المالية. طب تعالى حضرتك نعرف ما هي مصادر المعلومات التحليل المالي. زي ما قلت لك هي قائمة نتائج الأعمال المركز المالي، كل شغلنا على قائمة نتائج الأعمال هي الدخل وقائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية. أنا مش بشرح القائمة مرة أخرى، أنت خدتها في سنة أولى، خدت مواد المحاسبة، وخدت في سنة تانية شركات محاسبة الشركات عارف، ولكن أنا بذكرك بس إيه مفهوم قائمة نتائج. أنا عاوز أعرفك إن أنا بحلل ايه الاداه بتاعتي بستخدمها اللي بعتمد عليها، هي قائمه الدخل والمركز المالي. طب ايه مفهوم قائمه نتائج الاعمال؟ بتهدف لايه؟ بتهدف للتعرف على نتائج اعمال المنشاه. هل المنشاه في السنه الماضيه حققت ربح ولا خساره؟ باختصار شديد، هل المنشاه في السنه الماضيه حققت ربح ام خساره؟ لا. طب تعالى شوف قائمه المفهوم النموذج بتاعها، موديل بتاعها، وقلت لك وطلبت منك اللي انت جابهولي وبعضكم جاب وبعضكم لسه ما جابش. ادي قائمه نتائج الاعمال تشمل على الايرادات. طبعا الايرادات هي معروف، مش الكلام ده كله في الكتاب. الايرادات عباره عن ايه؟ عباره عن ايرادات المبيعات او اي ايرادات اخرى. ايرادات المبيعات سعاد وحده المباعه في سعر البيع الواحد، واي ايرادات المنشاه تحصل عليه، ايراد عقار، ايراد اوراق ماليه، ايا كان. لو كان كل مردودات المبيعات بطرحها بديني صف مبيعات، بطرح من صف مع تكلفه البضاعه المباعه اللي انت خدتها في التكاليف، تشمع تكلفه المواد الخام مباشره، العماله، تكلفه العماله المباشره، التكلفه الصناعيه المباشره. لما اطرح من تكلفه البضاعه المباعه 3 دول من صف الايرادات المبيعات يديني مجمل الربح. اذا مجمل الربح عباره عن ده، الكلام ده بنحتاجه في التحليل المالي. مستحيل هتفهم تحليل مالي لما تكون عارف الكلام ده. مجمل الربح عباره عن بطرح تكلفه البضاعه المباعه من صافي المبيعات يديني مجمل الربح. طيب بطرح من مجمل الربح ايه؟ تكلفه التشغيل، تكاليف التشغيل اللي هي مصروفات الاعمال، مصروفات التسويقيه وبيعيه، مصروفات اداريه وعموميه، الاهلاك. بجمع الثلاثه دول واطرحهم مجمل الربح يديني صافي ربح العمليات، او احيانا بسميه الربح قبل خصم الفوائد والضرائب. وصلت الربح قبل خصم الفوائد والضرائب، بطرح منه الفوائد. ادي الفوائد بطرحها، وفي فوائد عندي فوائد السندات وفوائد القروض. لما اطرح الفوائد ايا كان نوعها من صافي الربح، ربح العمليات او صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب، يديني
صافي الربح قبل خصم الضريبة. وصلت صافي الربح قبل خصم الضريبة، بطرح منه قيمة الضريبة، يديني الرقم النهائي اللي بستخدمه في التحليل، وصافي الربح بعد الضريبة أو الفائض قبل التوزيع. هذا الفائض قبل التوزيع الجمعية العمومية بتجتمع، مراقب الحسابات أو مدير الحسابات بيقترح أو بيعرض صافي الربح. صافي الربح يحصل فيه تصويت، ما هي الأرباح الموزعة وما هي الأرباح المحتجزة، المنشأة هتحتجز إيه وهتوزع إيه. يعني مش بس حقت لو حقت 100 مليون جنيه هتوزع كام على المساهمين وتحتجز كام لدعم مركزها المالي في السنة القادمة أو في السنة القادمة. تلك هي قائمة الدخل، دي مشروحة بالتفصيل. يعني في التفصيل عندنا في كتاب شرح إيه كل بند شرحه كده بما يتناسب مع التحليل بتاعك ده شق المحاسبي الاعدادها والكلام. وجبت لك ايضا مثال بسيط كده ازاي تعملها، ازاي تم اعداد قائمه نتائج الاعمال. وبالتالي يهمني انت تفهم ايه، تفهم التسلسل، تفهم صافي ايرادات المبيعات عباره عن ايه، تفهم مجمل الربح عباره عن ايه، تفهم صافي ربح العمليات، عشان في قوانين في النسب الماليه وانا بحل التمارين لابد يكون عارفها، لابد تعرف صافي ربح قبل خصم الضريبه عباره عن ايه، لابد صافي ربح بعد الضريبه عباره عن ايه، اللي هو الفائض قابل للتوزيع. واضح؟ ده بالنسبه لاول اداه اللي هي حضرتك اللي هي قائمه نتائج الاعمال، وهي الهدف من اعدادها هو التعرف على نتيجه اعمال، هل المنشاه حققت ربح او خساره في السنه الماليه الماضيه. طب تعالى الاداه الثانيه هي المركز المالي، المركز المالي، قائمه المركز المالي ديت الاداه الثانيه التي يعتمد عليها المدير المالي. طب بتهدف الى ايه؟ بتهدف الى، شوف لو سمحت، بيان حقيقه المركز المالي المنشاه في لحظه. خلي بالك المدير المالي بيعد نتائج الحسابات في لحظة معينة، 31/12 أو 30/6، لحظة معينة وهي تاريخ إعداد القائمة. تساعد في إيه؟ شوف لو سمحت، تساعد قائمة المركز المالي على توفير البيانات أو محاولة الإجابة على 3 أسئلة: ما هي حجم استثمارات المنشأة؟ يعني حجم الأصول. كيف تم استخدام أموال المنشأة؟ يعني ما هي الاستثمارات؟ ما هو الحجم؟ ما هي الاستثمارات؟ ومن أين المنشأة حصلت على الأموال؟ شوف لو سمحت، بتحاول إجابة على 3 أسئلة رئيسية: ما حجم الاستثمارات الخاصة في المنشأة؟ يعني حجم الأصول. طيب كيف تم استخدام أموال المنشأة؟ يعني اتوزعت إزاي الأموال التي حصلوا على المنشأة الاستثمار؟ هل في أصول ثابتة كتير ولا أصول متداولة كتير بالنسبة؟ وهل في توازن بينهما؟ لا، شوف لو سمحت، ومن أين المنشأة حصلت على تلك الأموال؟ اللي هنعمله دلوقتي حاليا اللي هنعرفه شكل قائمة، نموذج القائمة، ودي القائمة، ادي قائمة المركز المالي، ده إعداد. في دلوقتي في أسلوب جديد الناس المحاسبين اقول عليه، دي طرق تاني. يعني ممكن اجيب الاصول الاول وبعد كده تحتها ايه، تحتها الخصوم او الالتزامات. ولكن احنا بتوع تمويل ممكن نعتمد على دي او نعتمد على الاسلوب التاني اللي هم جايبه برضه، اللي هم المحاسبين اقترحوا لنا، اللي انا بجيب الاول الاصول الاستثمارات وبعدها مصادر الاموال طويله الاجل يعني ايه، في اكتر من. المهم اللي انا عاوز اعرفه لك، اللي انا عاوز تعرف البنود، عشان وانا بنود دي والمجموعات بتاعت كل مجموعه، عشان وانا بحلل التحليل المالي. يعني بدي ادي مثلا اصول اهي، ادي الاستثمارات اهي جانب الايمن، وادي مصادر الخصوم جانب الايسر. لو انت لاحظت معايا اصول ثابته واصول متداوله اهي، اصول ثابته واصول متداوله عندنا. ايه اصول متداوله بتشمل على ايه؟ لابد يكون عارف وطلبتها منك. شوف الاصول المتداوله: نقديه بالخزنه، نقديه بالبنك، استثمارات ماليه، دي اوراق ماليه، الشركه بتستثمر اوراق ماليه في شركات اخرى، مدينون او عملاء، اوراق قبض، مخزون بضاعه. طيب يهمني قوي تعرف ايضا راس المال، حق الملكيه هو عباره عن راس المال مدفوع احتياطات وارباح متجزئه ومخصصات، احيانا بتضاف المخصصات. طيب خصوم طويله الاجل، التزامات السندات، قروض طويله الاجل. طيب الخصوم المتداوله، حسابات دائنه، قروض قصيره الاجل، دائنون، موردون، اوراق دفع، مستحقات. في عندنا ارصده مدينه اخرى، مصروف مقدم، ايراد مستحق. في ارصده دائنه اخرى، مصروف مستحق، ايراد مقدم. يعني شوف دي عشان تعرف يعني
الحل المالي او النسبه الماليه نستخدمها لابد يكون عارف البنود ديت ومجموع كل مجموعه على حده. ده بالنسبه وجايب لك في الكتاب تمرين وشرح لك كل مجموعه على حده معنى باختصار، جايب لك فصل كامل يعني عن الموضوع ده، وجايب لك مثال على اعداد قيمه المركز المالي. ده بالنسبه لحضرتك للفصل بتاعنا اللي هو الفصل الثاني، فصل يعني هو بيعرفك يقول لك ايه يعني ديت ادوات التحليل المالي او ازاي نحلل ونعتمد على ايه عند التحليل المالي، يعني بيقول لك الادوات الماليه كمصدر للتحليل المالي. هنكمل ايضا هنجي الفصل الثالث اللي هو بقى اساسي اللي احنا عاوزين نعرفه بعد ايه يعني دقيقه واحده كده نغير ونجيب الفصل اللي احنا عاوزين نعمله. نكمل المحاضره بتاعتنا الفصل الثالث التحليل المالي باستخدام النسب الماليه. هذا الفصل بقى بيحلل لي ازاي كيف يمكن تحليل القوائم الماليه ونتائج الاعمال والكلام ده كله اللي احنا قلناه، عرفنا اللي احنا ازاي نحلل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. هنستخدم بقى اسلوب النسب المالية. طبعا اتفقنا انا يعني بقول هنا جزء نظري في الاونلاين والعملي عشان عملي طويل شوية هنشرحه مع بعض ان شاء الله في المحاضرة فيس تو فيس. هذا الفصل بناخده بشيء من التفصيل عشان هو ده اساس الادارة المالية. عاوزين نعرف مفهوم وأهم التحليل المالي، ده جزء نظري. الفئات المهتمة بالتحليل المالي أيضا جزء نظري. أنواع النسب المالية دي بقى الجزء العملي والانتقادات دي جزء نظري، والخريطة أيضا جزء عملي وجزء نظري خريطة دي بونت. تعالوا نشوف مع بعضنا نتناول الجزء النظري بتاعنا. بقول لحضرتك المدير المالي بيستعين بمجموعة من الأدوات المالية التي تساعده في دراسة الوضع الحالي للمنشأة وتقييم السياسات المالية المتبعة. يعني هو بيعمل تحاليل بيقيم السياسات التي اتبعت في المنشأة، والنسب المالية هي أحد أدوات المساعدة في التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في المنشأة. أنا هنا بستخدم النسب المالية، في طبعا أساليب أخرى مصادر واستخدامات وحاجات كتير تانية، ولكن الأكثر شيوعا هي النسب المالية بتساعدني في معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في المنشأة. طب تعال نعرف ما هو مفهوم النسبة المالية، ما هو معنى النسبة المالية وأهميتها. النسبة المعادلة، كلمة نسبة معناها علاقة بين عنصرين، علاقة بين عنصرين. قد يكون هذين العنصرين في المركز المالي، وقد يكون هذين العنصرين في نتائج الأعمال، أو قد يكون عنصر من قيمة المركز المالي وعنصر من قيمة نتائج الأعمال. فالنسبة المالية شوف لو سمحت ايه هي علاقة إيه ما هي الا بسط ومقام، بسط ومقام، نسبة اقول لك بسط ومقام، وبالتالي لا تحتاج لمجهود كبير او مهارة في انا قلت الواد بتاع الابتدائي اقول له يا ابني اقسم لي دولي وشات لي النتيجة هعملها لي، ابني هيعملها لي. لا تحتاج الى ايه الى قدر كبير من المهارة، ولكن بتحتاج الى ايه؟ بتحتاج الى 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 فهم ويعني من المدير المالي يكون لابد يفهم مضمون وتحليل محتوى النسبة. لا تحتاج إلى قدر كبير في عددها، ولكن تحتاج إلى فهم وتحليل مضمون النسبة وعلاقتها بالنسبة الأخرى. طبعا المدير المالي عشان بيستنتج بقى بعد التحليل المالي بيعمل عملية إيه يعني استنتاجات وعلاقات ما بين النسب بعضها البعض. طيب علشان انا يعني افهم النسبه الماليه قوي، النسبه الماليه في حد ذاتها لا تعني شيء. انا طلعت لك مثلا قلت لك نسبه الاقتراض في الشركه 50%، ده معناه ايه؟ ما تقدرش تحكم دي، ما تقدرش تقول اي كويسه او لا، ما ينفعش. لو قلت لك مثلا المنشاه نسبه حاله الربح السنه دي معدل العائد بتاعها مثلا 5% كويس، ما اقدرش احكم، لا ما ينفعش، لابد ما اقدرش اقول كويسه او لا، لابد اقارنها بنسب اخرى. ممكن اقارنها بالعام الماضي من 5 سنين المنشاه كانت بتحقق ارباح ايه بالضبط واعمل سلسله، او اقارنها بايه؟ اقارنها بنسب مرجعيه. نسب مرجعيه يعني نسب اللي هي الصناعه التي تنتمي اليه.
الصناعة مثلا صناعة الكيماويات، أقارنها بنسب الموجودة في الكيماويات، أشوف منشأة في الحالة ديت إيه أحسن من الصناعة اللي بتنتمي ليها، مش الشركات اللي هي بتنتمي ليها ولا لأ. إذا النسبة في حد ذاتها لا تعني شيء، ولكن المفروض أقارنها بنسب أخرى، قد تكون تلك النسب هي نسب الماضي أو نسب مرجعية. وتتمثل نسب المرجعية فين؟ في الشركات التي تنتمي إليها الشركة. ما هي أهمية تحليل المالي باستخدام النسب؟ أولاً لما أحلل بيساعدني في تشخيص الوضع الحالي للشركة. يعني طبعاً بعرفني نقاط القوة والضعف في الشركة، بتشخص لي الوضع الحالي، وبالتالي لما يشخص لي يعني بدرس لي الوضع الحالي، وبالتالي لما بدرس الوضع الحالي أقدر أعمل إيه؟ أعمل سياسات وخطط واستراتيجيات في الفترة القادمة. أيضاً طبعاً لما يشخص الوضع الحالي ده معناه إيه؟ معناه بيحدد لي نقاط القوة في الشركة إيه بالضبط؟ وبيحلل وما هي نقاط الضعف في الشركة إيه بالضبط؟ ولذلك لما أجي أضع على الخطة بقى في الفترة القادمة، على خطة تساعدني في تدعيم نقاط القوة وفي التغلب على نقاط الضعف، على خطة تساعدني في نجاح الشركة في الفترة القادمة. طيب رقم اثنين، أيضا نسب المالية بتساعد في الرقابة وتقييم الأداء على إدارة المنشأة والحكم على مدى نجاح السياسات والبرامج المتبعة في المنشأة ولا لا. أيضا بيساعدني في إعداد خطط السيولة والاستثمارات المالية في المنشأة لمحقق التوازن بين العائد والمخاطر. أيضا بيساعدني في تحليل المركز الائتماني للمنشأة، يعني هل المنشأة حصلت على ائتمان متناسب مع ظروفها الخاصة بالسيولة، موقف المركز الائتماني للمنشأة ايه بالضبط؟ ما المنشأة بتحصل على ائتمان وتمنح ائتمان، هل في توازن بينهم ولا لا؟ لا نعرفه بالتفصيل. أيضا بيساعد في دراسة الهيكل المالي التمويل اسف التمويل المنشأة، هل المنشأة اعتمدت على تمويل خارجي يعني من الغير بصورة أكثر من الاعتماد على ذاتها، التمويل الذاتي، التمويل الذاتي والأرباح محتاجة، المنشأة لما تحتجز أرباح يعني بتعتمد على ذاتها في التمويل، هل المنشأة نسبة التمويل الذاتي كام؟ اعتمدت على غير بنسبة كام؟ ده التحليل المالي كله بيساعدني معرفة الكلام ده، تحليل مستويات الربحية النسب المالية بتساعدني في تحليل ان انا اعرف الشركة مستوى الربحية بتاعها وصل لكام، وهل يعني يضاهي شركات منافسة، هل الشركة انخفضت عن العام الماضي ولا زادت عن العام الماضية، وهل ربح الشركة اعلى من الفايدة بتاعت الحصول على الاموال. انا بجيب قرض مثلا بمعدل فايدة 12%، لابد الشركة بقى هتستخدم القرض في ايه؟ لابد استخدامات القرض يكون ايه؟ يكون اعلى من 12% بما يوازي الريسك في استثمار في هذا العنصر. يعني مثلا اشتريت 1000، يعني جبت قرض مثلا ب 10 مليون اشتريت بيه 1000 والقرض كان فايدته مثلا 12%، لابد الآلة تحقق لي عائد اعلى من 12% بما يوازي مخاطر الاستثمار في الآلة اللي بسميه بدل المخاطر. تلك هي الاهتمامات او اهمية تحليل المالي باستخدام النسب المالية. طب تعالى حضرتك، ما هي الفئات التي تهتم بالتحليل النسب المالية؟ مين اللي بيهتم؟ في فئات بسموهم ستيكهولدرز بيهتموا بالنسب المالية، وكل فئة تركز في التحليل على جانب معين يهتم بيه. كل فئة لها ايه؟ لها جانب معين بيساعد، كل فئة لها هدف. كل فئة من الستوك هولدرز من الفئات اللي بتهتم بتحليل المال الشركة لها هدف بتسعى التحليل. تعالى ممكن تقسيم تلك الفئات إلى عدة أنواع. الفئة الأولى ملاك، هم أصحاب الشركة، بيهتموا بإيه؟ بالأرباح طبعا، بالأرباح المتوقعة والمخاطر المحسوبة بالمنشأة ومعدل نمو الأرباح ومدى استقرار الشركة في السوق. يعني شوف بيهتموا بإيه؟ أرباح، المخاطر المحيطة بالمنشأة، معدل النمو واستثمارات المنشأة، مدى النمو واستقرار المنشأة في السوق. طيب أصحاب الديون، من هم أصحاب الديون؟ هم أصحاب الديون قصيرة الأجل، اللي أنا بقصده هنا قصيرة الأجل، اللي هم بيعطوا قرض قصير الأجل، اللي هم الموردين، اللي هم أصحاب أوراق الدفع،
بيهتموا بايه؟ طب بيهتموا بايه؟ بيهتموا بعنصر السيوله، بيهتموا بعنصر السيوله. يعني ما هل المنشاه قادره على سداد التزاماتها في مواعيدها؟ انا جبت قرض قصير الاجل لمده 6 شهور، قبل ما اخد القرض البنك هيحلل، يقول يعني هيحلل مركز السيوله عندي، يعني اهتم بعنصر السيوله، مركز السيوله، هل المنشاه تقدر تسدد خلال 6 شهور؟ هل عندي هيبقى عندها سيوله؟ قلت لي حل السيوله في الشركه، اصحابي دون طويله الاجل، اللي باخد مثلا قرض طويل الاجل، بطرح سندات، وانا بطرح باخد قرض طويل الاجل ايضا بيهتم، اصحابي دون طويله الاجل بيهتموا ايضا بعنصر السيوله، هل المنشاه فعلا هتستطيع من خلال ارباح اللي هتحققها، هل استطيع تسددها؟ هل المنشاه هل اتحقق فعلا ارباح؟ وهل هناك استقرار في تلك الارباح من عمل الاخر لسداد الفوائد المستحقه؟ طيب الاداره، اداره الشركه اللي بتسعى هدفها ايه؟ هدفها تعظيم قيمه المنشاه في السوق عشان تجد الثقه لدى الملاك ولدى الجمعية العمومية، بتهتم بتعظيم قيمة المنشأة، يعني بتهتم بسعر السهم في السوق أعلى ويرتفع، بمعنى تهتم بتعظيم ثروة الملاك، أهو إحنا خدناها في الهدف، وبالتالي بتحاول تحافظ على مستوى السيولة بما يكفي لسداد التزامات قصيرة الأجل. وتبقى أيضا في حاجة مهمة، لما بتبتهاش الحكومة بتهتم طبعا عشان تحصل على الضرايب، تحلل عشان تعرف ارباح، هل الشركه تحقق ارباح ولا لا، عشان وبالتالي حساب عنصر الضرايب. الموردين ايضا بيهتموا، ما تبتهاش، بيهتموا الموردين الحصول عليه، هل المنشاه يعني تكفي عندها سيوله وعندها ارباح تكفي لسداد التزامات الناتجه عن الشراء بالحساب مع مورد. العملاء ايضا بيهتموا، العملاء هل الشركة بيهتموا بإيه؟ هل المنشأة عندها سيولة؟ يعني تعطينا مثلا، آسف، المنشأة يعني هنحصل منها على مثلا ائتمان فترة تأجيل السداد؟ العميل بيشتري مني، هل هياخد مني فترة ائتمان ما سددش كاش؟ إذا عندي مجموعة من الفئات بتتم بتحليل المالي، كل فئة لها جانب من جوانب الاهتمام. يعني عندنا، أقولهم تاني، عندنا الملاك، عندنا أصحاب الديون سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، عندنا الإدارة، عندنا الموردين، عندنا العملاء، عندنا الضرايب، عندنا بتوع الجمارك أيضا اللي هي الحكومة. بتتم ايضا هنا منشأة بتحصل على مواد خام من الخارج، وبالتالي بيدفع عليها ضريبة جمارك ولا لا؟ ده بالنسبة للفئات التي تهتم بأداء الشركة. طب ما هي أنواع النسب المالية؟ في عندي أربع، ممكن نقسمهم لأربع مجموعات. أولا في نسب مالية متعددة، ولكن يمكن السيطرة عليها من خلال تقسيمها للمجموعات. المجموعة الأولى مجموعات متكانسه. المجموعه الاولى بتهتم بعنصر السيوله. ومعنى ايه مجموعه السيوله؟ بتوضح مدى قدره المنشاه على وفاء بالتزاماتها قصيره الاجل في موعد الاستحقاق. مدى قدره المنشاه على سداد التزاماتها قصيره الاجل في موعد الاستحقاق. يعني بيدرس عنصر السيوله. المجموعه دي بتشمل على حوالي 4 نسب. وده ناخده في العملي. المجموعه الثانيه مجموعه النشاط. بتوضح مدى كفاءة المنشأة في استخدام الاستثمارات المتاحة لديها. هل المنشأة لديها كفاءة في تحقيق في استخدام الأصول المتاحة لديها؟ واللي فيها عندها مثلا في آلات ومعدات ومخزون والكلام دول كله ليس في كفاءة. مجموعة الثانية مجموعة المديونية، هيكل التمويل، بتوضح مدى إمكانية المنشأة في الاعتماد على الغير في التمويل. هل المنشأة تعتمد على الغير، يعني على الاقتراض، يعني على الخارج في التمويل أكثر من اعتمادها على الذات؟ المجموعة رقم 4 مجموعة الربحية، ودي خطيرة، بتوضح إيه؟ مدى قدرة المنشأة على تحقيق توليد الأرباح من خلال مبيعاتها أو من خلال الأصول المتاحة لديها. مدى قدرة المنشأة
على توليد وتحقيق الأرباح من خلال المبيعات المحققة لدي، وكذلك من خلال الأصول المتاحة لدي. كم مجموعة؟ 4 مجموعات. طبعا انا لابد اجيب لك منهم، لابد اجيب لك منهم، ده عملي، ده العمل بتاعنا. طبعا يعني في الكتاب تمرين شامل الاربعه دول، تمرين كبير، وبالتالي بشرحه لك من الـ4 مجموعات من خلال التمرين. طبعا لما تاخده هاتهم مني انا في المحاضره بقى، هديك ايه؟ هديك تمرين صغير على نسب السيوله، واديك تمرين صغير على نسب النشاط، واديك تمرين صغير على نسب المدينه، واديك تمرين صغير على نسب الربحيه. نتمنى ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم في استيعابه، وتحضروا دايما معايا عشان تقدر تفهم الجانب العملي. النسبة المالية من الموضوعات المهمة اللي هتنفعك جدا جدا في حياتك العملية، سواء في شركة او سواء في تحليلات مالية. وعلى فكرة الحاجات دي كلها لها تطبيقات، لها ابلكيشن في الحاسب الآلي دلوقتي موجود، بس مش هتقدر تستخدم الابلكيشن الا لما تكون فاهم التكنيك والمضمون بتاع النسب. يبقى انت عارف الحاسب الآلي هيطلع لك النسبة، هيطلع لك نسبة معينة، ولكن لابد تكون تفهمها عشان تحللها. هيجيب لك تطور نسبة معينة مثلا، لابد تكون فاهمها عشان تعرف تحلل وتعرف تعلق عليه. ان شاء الله نشوفكم في لقاء اخر، اونلاين اخر، وربنا يوفقكم، والى اللقاء حتى نلتقي فيس تو فيس. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي.